وفي آخر المستجدات حول فيروس كورونا في المملكة والتي شاهدناها قبل قليل عبر الشريط العاجل على قناة السعودية، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3938 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 174577 حالة، منها 2273 حالة حالية، فيما سجلت 2589 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 120471 حالة تعافي. كما تم تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1474.